ببلدية طارق بن زياد وعلى طول الطريق الوطني رقم 14 سيلفت نظرك عرض كميات من فاكهة التين الشوكي والتي يكون خلفها أحيانا أطفال صغار يقصدون بيعها من أجل توفير مصاريف دخولهم المدرسي. رانا نبيعونا في الكرموس بان كش ما نشرو بيهم أدوات لبسة. حنا رانا نروح نجيبوها من الواد نجيبوها نمشو بها وعزوش كيلو ولا 3 كيلو، حوالي 3 كيلو صوروا حوالي 50 ألف نروح نديهم للدار كش ما نشرو بيهم تقرب الدخلة كش ما نشرو بيهم. عبد الله هو الآخر ولي لستة تلاميذ عاطل عن العمل ومجبر في نفس الوقت على توفير مستلزماتهم الدراسية، يستغل موسم هذه الفاكهة لتحصيل ذلك، فيما يبادر رواد الطريق لدعم هذه الفئات عبر الشراء منهم. مولا ست وليدات مانيش خدام الوقت اللي لقيت خدمة، أنا خدام الوقت اللي ما لقيتش خالي عطالي واحد شوية كرموس أنا نبريكولي فيه. أنا جاي لوليداتي باش نشري لهم الأدوات وما عنديش لا غالب، باش ندير له نواظر ما عنديش انا لا غالب، خليها لربي وخلاص. على كل حال كاينه في المدن، ما نشوش من المدن، كاين جو اكبر منا على الطريق هذه نشرو لهم بناء ونوض زواوله، ناس زواوله باش ادوات مدرسيه دوك الدخله تاع ليكول، ناس زواوله ناس خدامين على ارواحهم لهنا. الله يبارك الفاكهه هذه هنا نابته عندهم بكثره وعندهم وليدات كاين دخول مدرسي عندهم. في اماكن تنعدم فيها فرص التوظيف سيكون عليك استغلال بيئتك من أجل خلق مصادر للرزق، ولا يهم إن كنت ولي أسرة يسعى لتوفير حاجيته المنزلية أو حتى تلميذ يبحث عن توفير أدواته المدرسية.